تزيق عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو المشفق الرحيم لليتيم والأرملة. صلى الله عليه. وله مع شولة أخلاقه الأئمة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من المرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. صلى الله عليه. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت صدى نجم السهاب عناني. وقد بسط القلم في تدوين ما فده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا اللفظ المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العليم. فحسن مني أن أمسك علة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر الختم كما يسر التقديم فعليك أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أبكي على شام الهوى في عيون مجد مناظر وضب في ساحاتها بين المساجد
والمنازل ربه سلم أحلاها واحمل معارجه والمداخل وفد بلاد المسلمين عن اليماعين والشماعل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم أدار الجنادل رفعوا الأكف تضرعوا يد شدائد والزلازل يا رب صنع أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل وقف دروعا غرة دون البنادق والقنابل نمت عيون صغارهم واستيقظت نار المعامل لا أشاء قاتلهم ولا دامت له يوم أن أنامل وعليه أصبح هوبة دم انتكالا والأرامل لله رب المستكى رب الأواخر والأوائل والله فوق المعتدي فوق الأسنة والسلام صلوا على النبي تبشم دا النبي تبشم تبشم دا النبي تبشم اللهم صلي عليه صلي على النبي تبشم دا النبي تبشم وتبشم دا النبي تبشم اللهم صل Oh.
Allah, fa salli